هي تقنية حديثة تنهي رحلة البحث لدى العديد من الأمهات عن طرق صحيحة لحل مشكل التنفس الذي يعاني منه الكثير من الرضع. العشرة من الأمهات هنا في هذا الفضاء الخاص بالطفل من أجل اكتساب معارف وتقنيات جديدة في عالم الأمومة. المساهمة ديالنا كانت عبارة عن ورشات اللي حاولنا من خلالها نوضحوا للأمهات واحد التقنية باش يطبقوها بطريقة صحيحة وفعالة على الرضيع ديالهم. هذه التقنية كنسميوها لو موشاج دو بيبي اللي هي تقريبا التنظيف الصحيح لأنف الطفل، وحاولنا نشرحوا لهم في هذه الورشات الأهمية ديال تطبيق هذه التقنية هذه على الأطفال ديالهم بشكل يومي. معرض الأم والطفل في دورته الثامنة يشكل موعداً سنوياً للآباء والأمهات من أجل تسليط الضوء على قضايا الطفل والتغذية والأمومة وما يرتبط بالصحة والعقلية والجسدية لأطفالهم. هذا المعرض عنده واحد لابارتيكولاريتي هي تنجمعوا لي مامون لي بابا ومع لي كونفيرونسيي سي دي سبيسياليست اللي تيجيو يجاوبوا على الاسئله كثيره 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 ديال الامهات اللي حاملات الرضيعات، الامهات اللي عندهم الاطفال تل 12 سنه. على مدى 4 أيام عرف المعرض تنظيم ورشات تطبيقيه وندوات موضوعيه فضلا عن عرض اخر المستجدات المرتبطه بعالم الطفل.